السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط عندي كتاب النشاط صفحة ستة وثمانين صفحة سبعة وثمانين يونت السادس لسن تو تو جوبس تو جوبس يعني مهنتين اللي هي مهنة الدكتور ومهنة مديرة المكتب فهذه الأي موجودة بالكتاب الملون وهنا هذه حليتها يقول read the two paragraph هذا نكتب المقطوعات أو يعني اثنين يقول لك عن الدكتور والمديرة المكتب بعد هنا نقول the doctor وهنا the office manager where she works يقول لك ماذا هي تعمل in a hospital takes care of sick people and makes هي where she works in a hospital يقول لك what she does أين هي تعمل تعمل بالمستشفى what she does يقول لك ماذا هي تعمل takes care sick people and makes them better هي تعمل وتعتني بالناس المرضى وتجعلهم يشافون uh, the office manager uh, in an office where she works ماذا هي تعمل in an office يقول لك what she uh, does uh, what she does ماذا هي تعمل هذه أين هي تعمل هذه ماذا آه هي تعمل زين تعمل نقول انسر answers phone calls send and reverse emails يعني تجيب اتصالات وهواتف وترسم الإيميلات how long she usually works كم طول المدة اللي تعملها دكتور ثمان آه سنوات والأوفيس مانجر ست آه سنوات وير شي ستيودت ستيودت كم طول المدة اللي تدرسها لأ وير أين آه, أين آه, هي تدرس هذه how long she usually works, works آه, كم طول المدة. اللي اه, تدرسها هنا اه, where she studied اه, أين هي تدرس university بالجامعة وهنا كلية how long she had to study يقول لك كم طول السنة اللي تدرس بيها اه, six years السنوات هذا نفس الجملة خليناهن هنا what she does What she uh, What does she do How long she usually work How long does she Where she student Where did she uh, study How long she were Had to study ننتقل إلى صفحة 87 وهي كلش مهمة يعني ايش اقول صفحة 86 مو مهمة بس ننتقل للصفحه المهمة اللي هي سبعة وثمانين هنا عدنا منطينا أسئلة يعني منطينا جواب وإحنا نسوي الأسئلة شوفها يقول I work at the uh, Red Crescent Hospital uh, شيل نقول ولازم نقول Where do you work أين هي أين يفعلون أو أين يعملون Where do you work أول مرة الأداة Where would do will you work طبعا هنا capital وهنا علامة استفهام شوف هسه هاي uh, yes I have to wear I'm from at work do you have to wear I'm from at work وخلي علامة استفهام yes like my job very much do you like your job d uh, oh I usually have to work 10 uh, hours a day نقول is it هذه uh, مال how long تمام؟ tamam. ال E يقول how long يقول oh, usually have to work ten hours a day هنا عندنا yes it's very hard work but I like talking uh, car uh, of sick people. شو أقول؟ أقول is it hard work؟ هنا عندنا I had to study for years شقول How long did you have to study? هنا عندنا No, I don't want to be a doctor I love my job نقول uh, Do you want to be you usually see every day? نقول every day oh I usually see about uh, 14 or 15 people every day أقول how many people do you usually see every day هنا يسأل يقول لك where uh, محاورة بيناتهم where do you work هنا نقول I work in office دي يسألها أين تعملين تعمل uh, بالمكتب are you a businessman نو أم نوت أنت سيدة الأعمال what do you do ماذا تفعلين I draw buildings هي ترسم البنايات you must be an uh, architect لهنا يخلص الدرس مالتنا وإن شاء الله التوفيق.